الشهب لها أحوال ثلاثة كانت قبل الإسلام ترسل لكن لم تكن كثيرة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وقت نزول القرآن بعد بدء الوحي كثرة الشهب. يقول ابن تيمية في الجواب الصحيح: حتى ظن بعضهم أن هذا بداية انتهاء العالم لكثرة الشهب. وسبب كثرة الشهب هي رمي الشياطين حتى لا تسترق الوحي والسمع. ثم بعد انقطاع الوحي وموت النبي صلى الله عليه وسلم رجعت الشهب لما كانت عليه قبل. وقد ظن بعضهم أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظن بعضهم أنه لم يكن في الجاهلية شهب. ورد على هذا ما ثبت صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت صحيح مسلم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أناس من الأنصار فلما رأى شهابا قال: ماذا كنتم تسمون هذا في الجاهلية؟ فدل على أنه كان في الجاهلية شهب، وإنما الشهب كانت قليلة ثم لما بدأ الوحي لما بدأ بالوحي كثرت، ثم لما انقطع الوحي رجعت لما كانت عليه قبله. ذكر هذا ابن عباس والزهري وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح. نعم.